أيضا إخباري، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. المستهل بالبقاع المقدسة، حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء نسك رمي الجمرات بمشعر منن في ثاني أيام التشريق الموافق لثاني عشر من ذي الحجة، بدءا بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى. ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، حيث يرمي الحاج في كل موضع من الجمرات 7 حصيات في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، وإن شاء زاد اليوم الثالث، وإلا تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس باتجاه مكة المكرمة للقيام بطواف الإفاضة وإتمام النسك. وبدورهم رفع حجاجنا الميامين كف الدعاء بمشعر منن قبيل رمي جمرات اليوم الثاني والخروج بالنسبة للمتعجلين. أحمد الله على ما يسر من أداء المناسك في أحسن حال، وحجاجنا والحمد لله، وخصوصا حجاج الجزائر إن شاء الله هم في خير وفي راحة وفي نعمة، فنسأله تعالى القبول وأن يحفظ بلادنا وأن يحرس حدودها وأن يملأ سدودها وأن يحرس جنودها وأن يصلح ولاة أمورها وأن يردنا سالمين غانمين فرحين مستبشرين، والعاقبة إن شاء الله للمزال، وعقق لنا ولهم المأمول، وبلغنا وإياهم السول إن شاء الله. حج 2022 الحمد لله يا رب كل شيء فات مليح، وإن شاء الله يا ربي نكملوا إن شاء الله كيما هاك، إن شاء الله كل شيء فات مليح ورانا ملاح ورانا لاباس علينا، ونتمنى إن شاء الله لبلادنا إن شاء الله الخير والازدهار إن شاء الله والتوفيق، والرئيس تاعنا إن شاء الله ربي إن شاء الله يوفقه إن شاء الله لما فيه الخير إن شاء الله يا رب العالمين. الصحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، ربي يعطيكم الخير وربي يعطيكم الهنا. عيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية. يا خويا الحجاج الله يحفظهم إن شاء الله الجزائريين، والله يحفظ لنا البلاد، والله يعمر رب العالمين ينصر الإعلام إن شاء الله، والله يعمر رب العالمين كل شيء مقبول لنا إن شاء الله، الله عمر ربي يقبلنا ويقبل منا إن شاء الله، الله يعجب كل شيء لله في سبيل الله، والله يحفظ لنا حكامنا، والله يهدينا الطريق المستقيم إن شاء الله، الله يعجلنا من المحبوبين إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يحفظ بلادنا وأن يملأ ويحفظ حدودها ويملأ سدودها وينصر جنودها بإذن الله تعالى. سائلين الله سبحانه وتعالى الحفظ لكل الجزائريين. بورك فيكم، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دوليا، وفي جديد الوضع بأوكرانيا، واصلت قوات الدفاع الروسية قصفها لعدة مناطق شرق البلاد، مستهدفة بالأخص إقليم دونيتسك لضمه إلى مناطق سيطرتها بحوض دونباس المنجمي الاستراتيجي. من جهة أخرى، أبدت عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا قلقها من إقفال موسكو أنبوبي الغاز نورد ستريم لأجل أعمال صيانة تدوم 10 أيام، وذلك بعد أن خفضت نسبة ضخها للغاز نحو أوروبا بنحو 2/3 خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي أجبر عدة دول أوروبية على تفعيل خطط طارئة لتقنين توزيع الغاز. أكدت أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 555 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات أكثر من 6,350,000 وفاة.
توقعت الأمم المتحدة في تقرير لها أنجزته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن يصل عدد سكان العالم يوم 15 نوفمبر المقبل 8 مليارات نسمة، وأن الهند ستتجاوز الصين لأول مرة خلال العام المقبل كأكبر بلد من حيث عدد السكان. ويرجع التقرير زيادة النمو السكاني إلى التطور الملموس للجانب الصحي الذي ساهم في خفض معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال وإطالة متوسط العمر المأمول، مؤكدا بالمقابل أن الزيادة الحالية هي الأضعف منذ 70 عاما. إلى نسمات موسم الاصطياف، إذ يعد شاطئ مرسى بن مهيدي الحدودي بتلمسان قبلة مفضلة للسياح والمصطافين لما يمتاز به من جمال طبيعي وظروف مواتية لراحة المصطافين، يقول الزميل عبد الجبار بن يحيى. مرسى بن مهيدي أو بورساي من أجمل الشواطئ في أقصى الحدود الغربية للجزائر. هذه المناظر الخلابة التي تجمع بين زرقة السماء والبحر وخضرة الطبيعة هي ملاذ للسياح من كل مكان. جول هنا يفوتوا ويكاند، الحمد لله سي تري تري بيان باسي، غايه الغايه. احنا فوتين ابريميدي شابه، ومرحبا اللي ما يعرفش هذه المنطقه، مرحبا بهم عندنا خويا. جينا لهاد الغابه تاع مرسى بالمهيدي باش نقضيو اون ابريميدي مليحه مع لا فامي والعائله كامل والدراري. شاطئ مرسى بالمهيدي وجهة سياحية تستقبل الزائرين لقضاء أجمل الأوقات. شواطئ تتمتع بجمال خارق يعني للعادة، بالإضافة إلى الهدوء العائلات تجد فيها الراحة التامة. بلد جميل جدا ومتطور جدا وشعب طيب ومضياف، وأتمنى من الأخوة الموريتانيين اللي ما زاروا الجزائر يجوا الجزائر ضيافة، شعب صديق وعزيز وشقيق. مجموعة واحد 10 دراجين جينا بباروت بالموطو باش نشوفوا المنظر هذا، الله يبارك ما شاء الله. احنا مجينا ليل ليل دونك دونك فوالا اوني لا بوغ ان موا اون بروفيت لا بلاج لا فاميل السولي. مرسى بن مهيدي زعما ما شاء الله الحمد لله، والله صافي بليزير تقابل شابين نقيين كيما هكا في بلادنا، والله صافي بليزير. نقولوا للناس كاع يجوا يبحروا هنا، بحر بورسي هايل. جنة ساحرة تفتن القادمين من كل مكان في آخر نقطة حدودية. اختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، نلتقي مجددا على رأس الساعة.